في عام 2018 تكلف العالم اقتصادياً 60 مليار دولار بسبب الإرهاب، ويومياً يحصد الإرهاب أرواحاً لا تقدر بثمن. فالإرهاب ليس صناعة جديدة أو خطر مستحدث يواجهه العالم، فلا فرق بين جيوش التتار الذين دمروا وأحرقوا مكتبة بغداد العظيمة عام 2258 وبين الدواعش الذين دمروا متحف الموصل الحضاري عام 2015، ولكن هو اختلاف وتطور العصر وتعقد الصراعات الذي جعل للإرهاب أشكالاً متنوعة. فهناك إرهاب يتخذ الدين ستاراً لتحقيق المصالح المغرضة، وإرهاب يتخذ من القومية ستاراً لجرائم العنف والكراهية، وإرهاب يتخذ من السياسة ستاراً للعنف ضد الدولة. ومع تعدد الأشكال والأسماء والتعريفات والممارسات، تدفع منطقة الشرق الأوسط بل والعالم كله ثمن أفكار مدادها الكراهية تكفر المجتمعات وتسلب أمنها وتعصف بالدولة الوطنية. إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها العذاب إلا بأن تنفصل عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومهم، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لن يدخل فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية. سيد قطب، تلك الأفكار وغيرها الكثير كانت الذريعة التي وضعتها جماعة الإخوان لكل متطرف أو مرتزقة ليتذوق العالم أجمع امتداد أفكار الجماعة الشاذة التي تكفر من دونها. ومصر لها تجربة كبيرة مع هذه التنظيمات، ذلك لأن التنظيم الأم والحاضن والراعي الذي انبثقت عنه كل التنظيمات الإرهابية والأفكار المسمومة هو تنظيم الإخوان المسلمين، بدءاً من حوادث الاغتيالات للنقراشي والخازندار وحرق محلات غير المسلمين في مصر، مروراً باغتيال الرئيس السادات، وصولاً لارتداء قناع السياسة ومحاولة تنظيم الإخوان أن يقدم نفسه سياسياً وحصوله على مقاعد في مجلس النواب واستخدامه الإعلام للترويج للجماعة ورؤيتها، ليأتي بعدها يناير 2011 يحمل تغيرات تؤدي بالإخوان إلى سدة الحكم، فعملوا على تغيير الهوية القومية للوطن وفتحوا الحدود للتنظيمات المسلحة ليعلن الشعب المصري رفضاً قاطعاً متصدياً لسيناريو أسود يواجه المنطقة بأسرها تتسيد فيه الموقف التنظيمات الإرهابية التخريبية. فلفظ شعب مصر تنظيم الإخوان الإرهابي بفكره وعنفه وأفكاره وممارساته المسمومة، وصنع شعب مصر ملحمة اسمها 30 يونيو استجاب فيها الجيش لنداء الشعب الذي واجه هجمات مسلحة موتورة ومكثفة استهدفت فئات عديدة من الشعب ورموز الدولة والأماكن حتى المقدسة منها كالكنائس والمساجد، حيث لم يشفع لهم أنهم كانوا يصلون. فالجيش لم يكن فقط يحمي حدوداً بطول 1000 كيلومتر غرباً ويصد هجمات إرهابية منظمة في سيناء شرقاً ويؤمن المواطنين في كل شبر على أرض مصر ويحفظ حقوق المصريين خارجها، وإنما لعب دوراً محورياً في حفظ مؤسسات الدولة الأخرى في مواجهات تعاملت فيها الأجهزة الأمنية المصرية مع الذئاب المنفردة والعائدون من داعش والحروب السيبرانية وتنظيمات إرهابية مزودة بأسلحة وإمكانات دول، مواجهات رصدت فيها الدولة المصرية تغيرات عقائدية وتكنولوجية ونوعية، وتعاملت مع استهداف الدولة معنوياً وزرع الفرقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملاً جعل من مصر دولة تملك رؤية شاملة في مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة، وتجربة رسخت يقيناً بأن الخطر ذئب موجود دائماً بجوارنا يخمل ويسكن في قوتنا، ولكنه ينتظر اللحظة المناسبة لينقض علينا. تجربة أثبتت وعي شعب مصر الأبي وتكاتف المؤسسات الاقتصادية والدينية والإعلامية، كما أثبتت أن بمصر جيش حفظ القسم ورسم على القلب وجه الوطن، فهو أول جيش عرفه التاريخ لبلد قدر له
أن يكون في قلب هذا العالم.